أبنائنا في أنحاء الوطن، أصدقاء للأقارب، يعني كل واحد اليوم راه فرحان بوليده اللي جاب البكالوريا، واللي ما جابوهاش ما يأسوش، لعقوبة إن شاء الله العام الجاي يعقدوا برك العزيمة ويخدموا. ماهيش كيما نقولوا لا فان دو موند، إن شاء الله تدوها العام الجاي ونفرحوا بكم كيما فرحنا بكل أبنائنا اللي جابوها هذا العام. عندي تهنئة خاصة للمشتركة التوعي اللي داو كامل ولادهم البكالوريا، نقول لهم كامل كلشي مبروك عليكم. وتاني تهنئة خاصة لبنت جارتي زينب، بنحبها بالبزاف بالبزاف كيما انا نايمان، صدقوني فرحت لها بزاف بزاف. وتاليك بنت نجاح، نقولها تاني كلشي مبروك عليها، نعقبها ان شاء الله لا ليسونس تاعهم والماستر، مسيرة يعني مازالت قدامهم وينجحوا فيها كاملين ان شاء الله. هذا الفيديو كانت لقاتكم كامله بخير، خليتكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.